يلا هاتهم. هات اشوف سخنين. يلا اطلع شوف. يلا طلع كمان مره. يلا اطلع. تمام يا اخوان، زي ما شايفين وضعوا اول بيضتين ولله الحمد. طبعا الحمد لله يا ريت لو انا كنت عنب. سكه خليها معك. خليها معك يا ادم. خريت على الباب. طرشقتنا وملتنا. خريت على الباب. تمام يا اخوان، وهي معانا اللي هو الزجاج. هذا وضع اول بيضة تقريبا. فبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. تمام يا اخوان، زي ما انتم شايفين. كيف يا اخوان بدكم تشتركوا في القناة الثانية؟ عن طريق اللي هو قناة الاساسية، تنزلوا تحت هيك هتلاقوا اللي هو القناة الثانية. اطلعوا او ادخلوا ادعسوا عليها، اعملوا اشتراك وتفعيل تنبيه الجرس، وشاهدوا الفيديوهات اللي عليها. في عليها فيديوهات كثير كثير حلوة. صراحة ماليش يعني اسبوع ونصف عملها، وبسم الله ما شاء الله حققت اللي هو مشاهدات حلوة. 850 الف مشاهدة. المشروب السحري اللي هو الشيح، وفوائده ايش سوى عندي؟ صار عندي اللي هو الدجاج بيض هنا والدجاج الثاني، وكمان اللي هو شفنا كيف الحمام شد عوده وحسه نشيط اكثر من الاول. يا مرحبا. طبعا يا اخوان في الفيديو هذا حنروح نشوف الانتاج الجديد. يا اخوان مش متخيلين انتو الدجاج البلدي رجع تاني يبيض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايب، رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا يا اخوان ان شاء الله حنروح نشوف طيورنا بعد ما حطنا لهم وصفة الشيح، وحنشوف هل ولا لا. طبعا يا اخوان انا من نظرتي لإلهم النظرة الاولى حاسس يا اخوان في تغيير كبير للطيور بعد ما حطينا الشيح. وكمان حنروح نشوف طيور الدجاج البلدي وضعوا بيض، وكمان في كمان مفاجأة ثانية الا وهي الدجاج القطني او الدجاج السلكي او الدجاج اللي هو الكوشين القزمي او الصيني زي ما في ناس حابة ان انا اسميه الصيني. باضوا ورجعوا ثاني بيضوا. كل هذا واكثر حنعمل لكم جوله في المزرعه ونشوف احوال الطيور بعد الشيح والمفاجات اللي عندنا. وبديش اطول عليكم زي ما تعودنا، غربه حسن في الامان، وانزلوا تحت واشتركوا في القناه وفعل تنبيه الجرس الفائق وحزين لصيق كل جديد. وخلنا نروح وليتس جو. الله ينعم عليك، الله ينعم عليك، الله ينعم عليك. يا مرحبا، حياكم الله المتابعين. طبعا يا اخوان ان شاء الله اليوم حنشوف في مفاجأة كثير 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 حلوة. خلنا نروح نشوف وحنرجع نشوف ايش صار هان. زي ما شايفين يا اخوان وضعت بيضة، وهي الثانية وضعها اليوم. فاشي حلو، ولكن الاشي المش حلو انه مش وضعها في الصندوق، وضعها هان. ف هددناهم بالفيديو اللي فات انه حنذبحكم وهيك ونعمل عليكم ماندي. ضبيتوا يا بابا؟ اه. والى ذلك ف بعديها بيوم باضوا، وهي اليوم المنشود اللي اصور لكم فيه الفيديو، لقيت كمان بيضه. فشي حلو. هاتهم هاتهم يا ادم. ادم انا اقول ادم. يلا يا ادم بديك مهمة تانية تقلقش. مهمة يا بابا. لا يلا يا بابا هاتهم. أقوم لا يلا هاتهم. هات أشوف. سخنين. يلا اطلع شوف. يلا. طلع كمان مرة. يلا اطلع. تمام يا إخوان، زي ما شايفين وضعوا أول بيضتين ولله الحمد. طبعا الحمد لله يا اخوان انه رجعوا يوضعوا بيض. تمام، خلنا نروح نشوف المفاجأة الثانية. ولا اقولكم خلنا نشوف اول شيء البطة هذه اللي راقدة على البيض، وبعدين نشوف اللي هو المفاجأة. تعال يا بابا سكر الباب. شوف ايش
ليش؟ لا مفاجأة غاد مش هنا غاد. بسم الله. أضلت على الخاطر على الباب. تمام يا إخوان خلنا نطمئن على البطة. امسك هذول يا أمير. وتكسرهم. ابعد ابعد شوية. تعال اطلع 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 يا بابا اطلع. بسم الله. بسم الله. تمام يا إخوان خلنا نطمئن على البطة هذه. ونطمئن على البيض اللي تحتيها. بسم الله ما شاء الله سخنة يا إخوان وهيك وأكلت لي إيدي. بحسش؟ بحس يابا بس بعمل حالي راجل. تمام يا إخوان ولك باس يخرب بيتك. رجل إيدي راحت زي الشفرة مالها بالهنا. ديرها لي ولك العنب. سكة خليها معك. خليها معك يا آدم. خريت على الباب. طرشقتنا وملتنا. خريت على الباب. هذه الوسيلة تبعتها يا إخوان إنه تدافع عن البيض الشكل هذا. طبعا مش هيأثر اللي هو الورص عليها عادي مش أي فيش أي مشكلة. تمام 2 4 6 8 12 بيضة تقريبا. نحن ما خليتش عليا. تمام خلنا نخليها ترجع تاني. أنا قرفت حوالي لقيتها. يلعن شكلك مقرفة. مش قادر يا اخوان اكمل معاكم الفيديو. غير انه الريحة. تمام هات اشوف هات. خلنا يا اخوان نشوف اللي هو المفاجأة الثانية. المفاجأة الثانية انه هذا الدجاج وضع بيض يا اخوان. خلنا نحط هذول هان لانه هنحتاجهم في اشي مهمة ثانية. هنعملكم فيديو ثاني على القناة الثانية. تمام المفاجأة الثانية انه هذا الدجاج يا اخوان بدأ انه يوضع بيض. ما شاء الله يا اخوان. وقعت ولا لسه؟ تمام المفاجأة الثانية انه هذا الدجاج وضع بيض. له تقريبا فترة كبيرة واقف عن وضع البيض. وهذولا اللي معاهم الانيو كسل الكتاكيت الاثنين يعني بتماثلوا بالشفاء شوية بحجوا شوية بتسجد شوية الدجاجة. هذا الانيو كسل عصبي يا اخوان فعندهم العصب في زي في يعني. تمام خلنا نشوف البيضة اللي معانا غاد. هذه هي البيضة اللي بضوها. ما شاء الله يا إخوان. أطلعهم. دخلهم تاني. تمام يا إخوان وهي معانا اللي هو الدجاج. هذا وضع أول بيضة تقريبا. فبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما شايفين البيضة الأولى من بعد انقطاع كبير. خد رجعها خد. بابا دخله من الباب. تعا انت بتخليه يتعود يطلع من هان. انت اللي بتخليه يتعود يطلع من هان. تعا دخله من الباب. انا ليش انا عامل الباب؟ عشان انت لما تحط اكل تحط من هان. تمام على ما يبدو هان السلك محترق. في خروج. هيا ضيعت بتموت. وفيها انا كمان. كمان فيها انا يا خال ونعنو. نينو. الله كلها بدها ترتيب تاني يا اخوان. طيب اسمع شدها لتحت. بس يا امير. بس انت شدها لتحت. ايوه شد. تمغط معاك تمغط. شد من تحت. ايوه. من هان شد. من هان مش من هان. من هان ايوه شد. خلص يلا اطلع سكر الباب. ما بضوش ابعد اشوف ورا عمرهم.
قلبه. مش عارف ايش قصتهم، مع انها في واحدة كان منهم موسعة يا اخوان. سكر سكر الباب. مش عارف مع بعضه. وهنا مع بعضه. مش عارف ايش قصتهم. طب ما انا بصلي صلاة الفجر يا بابا. ما بعضه. وهدول وقفوا عن وضع البيض يا اخوان. بابا تعال طلع الدجاجة. طلع الدجاجة نزلة بتزعق على ابوها وامها وبتزعق قاعدة على اختها. فوق ما هي معها نيوكاسل وعصب كمان تقعد تزعق. تمسكهاش بس تمسكهاش. سيب. ايوه. تمام يا اخوان، حيصير ان شاء الله تظبيط في الوجه هذه والوجه هذه لانه السلك مبترئ. طيب نقلنا هذا الزوج من البط بعد ما الانثى اللي توي عملتها علي باضت ورقضت على البيض، فان شاء الله يبيض هذه الثانيه. وفي كمان واحده ثالثه واخده على كتاكيتها، خلنا نشوفها بالمره. افتح لي اياه شوف. افتح يا بان، انت فطر منك على ان احنا بنرجعه. تمام يا اخوان، زي ما شايفين هذا هو الحمام بصحة جيدة وحلو. سكر سكر الباب سكر الباب. ومزيون الحال وما شاء الله عليه. وبسم الله ما شاء الله عليه يا اخوان. طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين بعد ما اعطيناهم اللي هو مشروب الشيح، هذا هو النتيجه. الحمام زي ما انتم شايفين حسوا هيك في صحه ماسك حاله هيك، ومش عارف كيف اوصف لكم. طبعا بعد ما اخذنا البيضتين يقول اخذتوا بيضه، هاتوا لي بيضه. بيقول هاتوا بيضه. ايش حلونه؟ كان ايش صار؟ تمام، حتى نشوف البط الصغير ايش صار فيه. طبعا هذه هي، خلينا نفتح عليه نشوفه. يلا تفضفضوا تفضفضوا. يلا 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 تفضفضوا تفضفضوا. هاي منطوا. يلا يلا نطوا نطوا. اوب اوب اوب. هاي مازي. اوه. اسمع، ارفع هذا الخشب لحسن يقعوا عليها. لا يقعوا على الرملة احسن. ايوه جدع. ما شاء الله. ابعد عنهم يا ادم، خليهم ينزلوا. لما يكون صغار بكون خيوط. لما يكون كبار بكون زي هدلاك. نزلت الام. الام نزلت ولسه في لها كتاكيت فوق. كلهم سته. الام الكبيره مش متخيلين انتوا الريحه. مش طايق نفسي رسمي، مش طايق نفسي. جيت بدي حمام بكلور. حمام ايش؟ كلور. حمام ايش؟ الأمانة؟ يي يي يي، هذا في فوق لسه في ورا. والريحة ما قولكوش. بالنسبة للبطة اللي سألني عنها هل تماثلت بالشفاء، اللي كانت مفتوح جسمها كله طابت زي ما شايفين، كانت مفتوحة من هنا ومن هنا، قفل وصارت حلوة وسمينة كمان. نشوف ايش حببت انت في الكاميرا. تمام. بس بابا بتحب مين سرق الجزمة؟ مين اللي سرق حمامي؟ تمام، تعال نطلع نشوف العصافير ايش صار فيهم. عليهم هنخلي هذول يتلاعبوا شوية هيك.
قبل ما نقدم له الوجبة. يلا اطلع اطلع. يلا يا بابا اطلع. تعال. سكر الباب. يلا. طبعا زي ما شايفين عملنا لكم فيديو عن خلطة. اسكيها الخلطة. نعملها للطيور. فبعد معظم التعليقات في القناة الثانية قالوا لي انه المنظر كان حلو كتير وكان نفسنا انه الخضرة هذه يعني هم ياكلوها ونعمل عليها فتوش يعني حاجة قمة الروعة انه كانت الخضرة منظمة كل خضار محطوط على شقة. فإذا أنت لسه ما رحتش على القناة الثانية أتمنى تروح تزورنا في القناة الثانية، بنعمل حاجات ومحتويات علمية ومفيدة وحاجات كثير كثير حلوة وخروجات وطلعات وفلوجات. فأتمنى تروح تزوروا القناة الثانية يوميات مزارع فلسطين 2، حتلاقوها تحت. خلنا أفرجيكوا أكثر. تمام يا إخوان، زي ما أنتم شايفين كيف يا إخوان بدكم تشتركوا في القناة الثانية عن طريق اللي هو قناة الأساسية، تنزلوا تحت هيك هتلاقوا اللي هو القناة الثانية، اطلعوا أو ادخلوا ادعسوا عليها، اعملوا اشتراك وتفعيل تنبيه الجرس وشاهدوا الفيديوهات اللي عليها، في عليها فيديوهات كثير كثير حلوة. صراحة ماليش يعني أسبوع ونصف عملها وبسم الله ما شاء الله حققت اللي هو مشاهدات حلوة، 850 ألف مشاهدة في أسبوع ونص، وفي عليها يعني مشاهدات حلوة. فأتمنى تروحوا تشاهدوها، واحتمال القناة هذه يعني أنساها للأمان لأنه وجعت راس، والثمانين 800 ألف الموجودين فيها ولا واحد متفاعل منهم غير 5000 أو 4000 أو 2000 المتفاعلين، والباقي كله مش متفاعل. طبعا قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل ليش مش متفاعلين، لانه بطل يجيهم اللي هو اشعارات، والاكسبلور انمحى من عندي على اساس ان انا بتكلم في السياسة وبتكلم اللي هو في الحروب واشياء زي هيك في قطاع غزة، وبحكم ان انا ساكن في قطاع غزة وهيك فبدهمش يعني اتكلم هيك، فراحوا عملوا له منع الاكسبلور. تمام، مش قصتنا. زي ما شايفين اكلوا اللي هو الخلطة اللي بتخليهم يتحفزوا ويبيضوا، وهذول كمان زي ما شايفين لحتى الآن بياكلوا في اللي هو الخلطة، تقريبا قضوا عليها بخلال يومين تقريبا، زي ما شايفين بياكلوا ما شاء الله. تمام، خلنا نروح نشوف اللي هو الطيور الثانية ألا وهي الباجي أو الزيبرا يا إخوان. هل أكلوا اللي إحنا حطيناه ولا لأ؟ زي ما شايفين مكلينه كله ولا إشي ضايل، وهذول نفس الإشي مكلينه. مكلينه يا إخوان، مكلينه الثانيين كله. تمام يا إخوان مكلينه كله، كل اللي إحنا حطيناه، فإشي حلو إشي حلو يا إخوان. تمام يا إخوان، طلعنا معاكم فرجيناكم اللي هو كل طيور المزرعة والإنتاج اللي صار. زي ما شايفين هي بتاكل قاعدة منه، بتاكل قاعدة في الجزر وال... روحوا شوفوا في القناة الثانية، كثير كثير الفيديو حيعجبكم وحتستفيدوا منه، وجربوا الوصفة هذه وان شاء الله حيبيض زي ما قبل هيك انا جربتها، وبالفعل انتجوا عندي يا اخوان هذول اولادهم قبل شهر انتجوهم. طبعا يا اخوان فرجيناكم كمان المشروب السحري اللي هو الشيح وفوائده، ايش سوى عندي؟ صار عندي اللي هو الدجاج يبيض هنا والدجاج الثاني، وكمان اللي هو شفنا كيف الحمام شد عوده وحسه نشيط اكثر من الاول. وبس حبايبي بك بنكون وصلنا لاخر الفيديو، بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناه وتفعلوا تنبيه الجرس الفائق بحزين لسلك كل جديد. حبايبي بتمنى لكم يوم من غير ابتسامه اكثر من الصلاه على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا اخوان. You feel